اللي تشوفه قدامك هو مق صح؟ غلط، لانه يجي معه فيش كهرب بنفس الوقت في فتحة هنا للفيش. فهذا يا استاذ الكريم غلاية موية متنقلة، فاذا تشوف من جوا تقدر تشوف هنا فيه الحد الماكس تعبية الموية، وهذا الغطاء اللي فوق ينفتح وقت الغليان. ففكرته بكل بساطة تحط الموية، حطيناها لحد الماكس، نقفل نفتح من هنا بسم الله بكل بساطة، نضغط هذا الزر وبنفس الوقت نفتح الفتحة اللي فوق. المفروض زي أي غلاية محترمة أن اللمبة هذه تطفى أول ما يخلص. ننتظر، أنا أحس أنه خلاص غلط الموية لأنها مرة حارة، بس أنا بصبر عليه بشوف هو هل هو بيطفى من نفسه ولا لازم أنا أطفيه، يا يطفى يا ينفجر في وجهي. أنا أحس أنه فقد السيطرة لأنه قاعد يطشر موية في كل مكان. قررت اوقفها من نفسي لان في فيضان حصل فوق. خلصت من المويه، سخنتها، تجيب كوبايه تحط لك الشاهي زي ما انت شايف، مويه حاره جاهزه في اي مكان ممكن تروح له. الاختراع هذا مره جميل، ولكن عتبي الوحيد انها ما تنشحن، لازم تكون في مكان